ودلوقتي هنعمل مع بعض صنف حلو ولطيف جدا ما بين الكاسترد وما بين الكيك، فطيره كده بطريقه لطيفه جدا باستخدام البرقوق. عندي 3 بيضات وثلاث ارباع كوبايه من السكر، تلت كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من الفانيليا، من كوب لاتنين من الكريمه اللباني، نص كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الزبده، تلت كوبايه من السكر، وتلات حبات من البرقوق متقطعين انصاص مش متقشرين ومتشال منهم النوى. تمام. الكمية بتاعت الكريمة يفضل نخليها كوباية يا حبايبي عشان الناس ما تتلخبطش لو سمحتوا، إذا ما عندكوش مانع نخليها يعني خليها كونكريت كده كوباية عشان الناس إيه ما تتلخبطش معانا. طيب هنعمل إيه بقى؟ شكرا جزيلا، أشكركم. هنحط هنا نص كوباية الزبدة، وهنحط عليها 3/4 كوباية من السكر، اوكي، وهنحط عليهم البرقوق. تمام. هرفع الكلام ده كله على النار مع بعض كويس، بعد كده شغل بس النار هنا. يبقى حطينا السكر مع الزبدة مع البرقوق على النار، وبعدين هنجيب هنا البيض ثلاث بيضات معاهم باكو فانيليا، في العجان او على ايدينا معاهم تلت كوباية السكر، وهضربهم مع بعض. هنزل الدقيق وبعدين هنزل الكريمة، والكريمة دي كريمة حلويات عشان السؤال اللي جالنا، دي كريمة حلويات. خدنا يا جماعة هنا الزبدة مع السكر مع البرقوق طري، والزبدة دابت مع السكر، هقوم واخدة الكلام ده كله جاية بيه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يفضل الطبق اللي هتخبزه فيه هو الطبق اللي هيتقدم فيه، اوكي، ده بقى مع شوية ايس كريم فانيليا عند التقديم هتتبسطوا قوي. وهحط البرقوق بالشكل ده كده بتوزيعه حلوه اهو، كويس، ممتاز اهو، توزع كويس قوي. بعدين اجيب سباتيلا اخد بيها الجناب كلها بتاعه العجان. لما تشوفوا دلوقتي القوام هتفهموا ليه انا بقول لكم هو ما بين الكيكه وما بين الكاسترد هو قوام سايل، ولما بيدخل الفرن بيمسك نفسه، فما تتخضوش، هو القوام بتاعها سايل كده، بعد كده بتمسك نفسها. اوكي، اختلطت مع الزبدة ومع السكر ومع البرقوق، هندخلها الفرن وهنطلع بقى الفطيرة اللي في الفرن. لما بتطلع ممكن تاكلوها دافية وتحطوا على وشها واحدة ايس كريم فانيليا بتبقى رائعة. ممكن كمان طبعا تدوها درزل كده من الصوص، سواء صوص الشوكلت او صوص الكراميل، او تاكلوها دافية باردة قصدي مع كوباية شاي بقى عادي، زي يعني باردة بقى مش دافية. تمام، بس عايزه اقلبها كده مع بعضها بس كده، وادخلها هنا واسيبها بقى تستوي. لما تستوي بصوا، سبتها انا بردت خالص، عملنا واحده قبل الهوا وسبتها بردت خالص، ولما بردت خالص اديت لها شويه من البرقوق الفريش والسكر البودره